ايوه يا الربع، اهلا ابو عبد الله. ليه حبيبي؟ يا حبيبي حياك الله. هلا هلا حبيبي، شلونك الشيخ؟ خير يا مرحبا، جاي مع عشوائي المشهور عمرو بن منير. حياك الله، وصلت وصلت. لو سمحت ممكن اخذ صوره معك؟ لا لا مو بلازم، مو لازم، مو مو بلو سمحت. صبر صبر، اخذت لك شاهي. شاهي تكفى يا ولد عمي، والله ما ربك لك. والله ما اسوي لك، انا طالبك. والله ما اسوي لك، انا طالبك يا ولد عمي. خليني اسمع من بعد. دقيقه بس، دقيقه. طيب والله ما اسوي لك. يلا تكفى يا ولد عمي. ها محمد، محمد هلا. القايسه هذه اللي مسويها وش وش؟ سباك صح؟ يعني كاشخ. وش وش وش؟ ها؟ أنا ما أسمع، ما أسمع شو تقول، شو تقول؟ أقول يعني كاشخ صح؟ تقول؟ وش هو؟ أقول يعني كاشخ الحين. إيش دخل كاشخ؟ تيشيرت عادي. لا لا شعرك. إيش دخل شعري ناكش؟ ها؟ لا ما حبيبي ملذوع بكهرب أنت، شو القصة الخايسة ذي؟ ما لك خص قصة، هاي مي قصة ولا يوفقك. ربيت المنظر القبيح. والله ما ادري ايش بلا، لازم لازم كاب. شو اخبار ابو ناصر؟ ينكش. والله مو بشغلك. ينكش. ايش دعوه؟ صاير ما عاد تشوفني شيء، لاحظت يعني. تعال انت وين؟ انا بجده، حياك الله. ليه رايح لجده؟ والله عندي غداء عمل بكره. شيك مو بس انت تسوي ميتنج وحركات، انا عندي شغله خالصه بس. زين وان شاء الله يكتب لي فيه خير. وش عندك من الاعمال؟ والله عندي احتكار براند موقع بكره. وبخلص ان شاء الله. ايش دخل احتكار براند؟ يعني انت حسيت انها دخل احتكار نشبكها مع بعض. زين زين بقول لك. ها يقولون انك قيران مني. قيران؟ قيران دي وشي؟ انك تقارن. اوه قيران، معليش. لا والله مو قيران. احلف. قيران من ويش؟ تراني اعرفك والله العظيم. تكفى محمد، انا دخلت بثك قبل لا افتح بث، حلو؟ كنت راجع الفندق وافر بثك ودخل بثك. محمد يا اخي اسمعني، قل لا اله الا الله، كم عمرك؟ عمري 22. لا عمره 95. لا ولا عمره، والله انك كذاب. 22 وجعلها في ذمتي الين اموت، الين اموت انه مو ب 22. زين ايش دخل؟ ارحب يا الشايب. لا لا تصحيح. ارحب ادعم الحصان. تبقى لا عاد قول حصان، انت الحيوان. حيوان من؟ يمكن تقول حصان، حصان حيوان. انا رجال. ها انت حصان. هد 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 الحصان انت. طيب اسمع اسمع. ها عمرك تجاوز 90. ها لا تقعد، لا تقعد يا اخي، لا تدلع يا كريم. والله ما بلايق يا محمد. تكفى شوف شعره تكفى. محمد انت تعمل والله رب البيت. لا 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 اعطى على، لا اعطى على على لحيتك. لا قال لحيك لحيك بس والله. انا اعرف. ايه لحيك لحيك والله ما ابقى لحيتك. انا اعرف لحيتك احبها. طيب اسمع اسمع. الكلام ده موجه لي انا. تدري ليه انا اسوي الشيء؟ الكلام ده كان لي انا. تدري ليه؟ تدري ليه انا اسوي الشيء ذا؟ تدري ليه؟ ايه؟ على كيفه يعمل اللي على كيفه. يا اخي انت بتموت قريب. لا ما تدري كذا. تعال اسمع جوله واحده وعصر. ليه؟ جوله واحده وعصر دام. تعال عندك داعم الله لا يوفقك. لا والله ما عندي احد. بس انا كرك ابو ناصر. انا احب هايط ابو ناصر. انا كرك. ايه كرك يعني ما يحدث. يلا اسمع كرك اللي قد ابطونكم يا العتمان. قد يترسه ذا الكرك. يا اخي والله انه سيء ما ينشرب ونجامل كذا. يمن بالكراكي يا ابن كراكي.
سوي شاهي يا ولد. ما هي شاهي ترى، ايش فيك؟ مو بقهوة. نبي شاهي تكفي يا ولد. طيب انت ردنا ما ناخذ شاي بالله. لا ما وديتك. طيب نبي شاهي. يجمع عشان المغرب خلص البث. لا ما راح نروح الفجر. كيف ويا. شاهي سوي شاهي. يا الربع ترى جولة واحدة. جولة واحدة خلونا ننام غطا. حكم. والله ما حكمت داخل سوري الفرقة. تعرفون انا متعود ابحر في المليون. ما يصير. والله عجبتني القطة قسما بالله. والله عجبتني. اي والله. لا لا لا. ايوه. تبغى تروح معي فوق ل ل ل ل للماي روم؟ وش؟ للماي روم. لا راح لحالك. الدبل يا عيال! الدبل. الدبل. ترى جولة واحدة. أبو ناصر أنت وينك الحين؟ في فيلا. وش عندك في فيلا؟ وش عندك؟ تعال. ولا خل هذا الموضوع يبقى بيننا. أنا أعرف عشان أسفل فيك على راحتي. الدبل. أروك غرفتي؟ الدبل يا رب أخو العيال الدبل. أرحب يا سديم. أرحب يا لحن. يا أمل. لحن يا لحن. يا أمل. الله الله لا يوفقكم. عينس وعين جدس السابع. حي عينه. لا عاد تغزل في النسوان. قلت حي عينس وعين جدس السابع. إيش تبي؟ وش تبغي في عينها؟ أنا أقول حي عين جدش. لا قل حي عين جدش. أرحب يا فهد. والله إنه مرحبا. يا ربع. سكور ما تعرفون ما تعودنا. ارحب يا فهد الشمري. ابكي حنا طنايا. هذه شيلتنا. ايه صح. دق بطيك انت فهد الشمري. صح. اي عين سوي عين جميل. لعادة تقول حي عيني. يخرب بيت ذوقك النعال. ولد البس سروالك ولد ايه. اوه طلع معليش انا شورت انا اسف. يا اخي عبيط يموتني يموتني من الضحك يموتني مشهوري يا اخي. الله يحرق السعر دخلت فيها الواقع. الله يا رب يا حبيبي. قدم يا عيال. ايوه ابو ناصر وش جديد الاعلانات وش جديد شغل العدل ذا؟ والله الحمد لله يعني الاعلانات ماشيه. فيه ان شاء الله توقيع قريب ان شاء الله. وش هو؟ والله ما هو بشغلك. عندي ايش اسمها؟ اثري عندي هي. هل انا ابوها؟ استغفر الله. كذا حلوه؟ إضاءة؟ لا هو مو من الإضاءة البلا من وجهك. طب لمبة ذي كانت طافية وجهي شوف مسكر. لا أنا كنت مطفيها بس شغلتها أنا مطفوك يا رب. رايك سريع دي شغل تكفى. شوف تكفى يا أبو عبود تكفى يا محزمي وسلاحي ودرع جنبي. إيه فيصل أرحب. لا تدعمه. وإيش ما دعمته؟ لا لا اقول شيء بس يطفي اللمبه. لا تخلي لا تدخل ودعمه. لا يا رجال ما ينفع. الله هذه ما تجي روح حط مالك شغل. يا الله يا بعض لكم انت واحد يجيك واحد مال امه دخل يقلط اقسم بالله. لا المشرفين ازعجته. لا والله ازعجته. صح تعال تعال اسكت الباد. يا اخي المحتوى صعب لدرجه انه جاء وخلى كل حياته تصوير الانسان كل مره يمشي بجواله في بث محمد ناصر فيه. فازوا والله من اللي فاز؟ من اللي فاز؟ انا
يعني ناصر ما عندك ليه تكينا؟ ما عندي واش؟ ما اقدر يا الرابع ما اقدر ما عندك ليه تخيل اني اترك الشغل هنا وقبل وجيت لحن فهد الشمري أميرة سماء كلكم بيض الله وجيهكم عامر ليه تكنسل الجولة؟ ها؟ كنت بجرب والله لما قالوا اطلع اطلع علق الجولة زين يلا خاسي وتعقب والله اني شايفه اسمع اي والله يا الربع لحظة لحظة بديك بديك يا ايه ايش المنظر السيء ذا ولد ما يستمر بعدين حاط السراويلك هنا على الكلبة مو سراويل يا كل شوف ترقيع الالوان ضاري سنيد بطلها نزل ذا والله اني كنت ابغى اقوله صح يا الله يا اخي تحسن هذا الطفل الكبير شوف كيف ينقز ويلعب وتذكر من عمره 76 يرجع تسكت قاسي انت اكبر مني محمد استر عمرك يا ولد استر عمري وش سويت انا باق من هناك طلع لي كراعينك هاو كراعيني وشي باق عود اجلس وش المشكله لو طلعت ارجلي لابس شورت ساتر عمري لا راك شايب قد العمر اللي بعمرك ولده ولده يمشي جنبه تسمع ولا لا سوى مسكين يا الله ودك بقفة اسمع ابو ناصر اسمع اسمعني اسمع قل لا اله الا الله اسكورات عادية جدا تعقب والله اني فايز عليك والله لحكم انا داري اسمعني قل لها الله ابغى الحكم الاول طيب انا بتكلم انت خليني اتكلم يلا انت 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 محمد بن ناصر المري زين ما في زين انت محمد بن ناصر المري نعم ايه طيب اسمع ها هذه كنسل راحت باللهيبه بنحدد انا وانت جوله رسميه تعقب ارتخى شيء ليش تصعيب؟ تأخرت 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 إيه تدري تدري إنك قدام عامر شخص ضعيف وعطني أحكامك أنا قايل أنا قايل إن إخواني أهل البزنس ما راح ألعب معهم جولة رسمية ولا راح ربي ولا راح ربي ورجال إنك تحدى هو ويا خويه علي رفقة ما في خير يلا شيل الليل بس ما بس أوكي أنا معك في المقولة دي إن أحد يتحدى هو خويه بس أنت ما تخوي تبي لا تجرحني ترى يلا. ترى الجرح غالي يلا عطنا حكمك الحكم الاول تحك شحمة اذنك في شحمة اذن فيصل 10 مرات الحكم الثاني الحكم الثاني تمشي على ظهر فيصل فيصل ولا دخل انا شغل هو يربض هو يربض لا عاد احكام لي انا هو ما انا دخل لا لا ما لك خص هو طالع معك في شارع ما يبي هو طالع تاكي على جواله ما يبي غصب خلاص اللي وراك وشو هاك اليوم طالع اسمع خلنا نشوف احكامه اللي وراك وشو المرايه صح ايه ابغيك تشوف روحك وتنطح روحك ولا تنفيك بلا زين اسمع الحكم الثالث تقعد وراء استارة وتقول 15 مرة انا مزهرية كذا طيب حكم الثالث خلاص ثلاث احكام ابو اقول انا مزهرية 10 مرات حيلا ابو ناصر دقيقة اصلا اذا خلاص انا مزهرية يا فيصل عد عد واحد ها واحد انا مزهرية لحظة انت وايش وايش
انا مزهري. هلو شلون انا شلون انت مزهريه وانا العب معك وانا احسب انك رجال يا اخي انا ما العب مع مزهريات مع السلامه. اوي تعال تعال يا رخامه تعال تعال يا رخامه قولوا له يرسل قولوا له يرسل قولوا له يرسل يا ده جوالي كسرته لانك حاطه هنا اي احد يهد جوالي هنا قولوا له يرسل دق عليه اعطني جوالي جوالي وين راح قدامك اصبروا والله لا خرب البث والله لا خرب بثه وينه تعال يا رخامه رد يا رخامه رد عامر اسمع اسمع محمد اسمع حبيبي انا اقول لك انا احبك لانك انسان اما تبغيني العب مع مزهريه اسكيوز مي اسمع 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 احط رجلي فمك اسمع 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 قلت انا مزهريه ما تقول احسبك رجال ادق سلم انا قصدي احسبك انسان قد سمعت اللي جاء كاس العالم من جده مشي صح القطر ايه بيتكرر مره ثانيه ابجي مشي زين ايش تبغى الحين خلاص نبت الحكمه انا خلاص تبغى جوله ثانيه يعني تعال ها جوله واحده لا اسف انا ما لعب مع مزهريه جوله واحده ادخل اسمح لي والله بالله ادخل جوله واحده قل انا انسان ممكن العب معك انا عمك ادخل جوله واحده يلا 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 بعسم جولة واحدة جولة واحدة لازم نفوز لازم لازم قد ما نقدر بيعوا رعانكم بيعوا هلا هلا بي... كم عندك 10 أصابع ليش ليش بيع أي شيء تلقى قدامك بيع لازم نفوز لا يقهرني في نفسي هذا ايوه الحين جابوا لهم جديد طيب ثاني مخلص حمام وانت ما زين يعني تبغي يعني؟ ايه يلا هذا ما هلا حياك هلا بالحب شخبارك يا حبيبي كيف حالك طيب؟ والله تمام طيب شخباركم انت؟ يا مرحبا والله ومسهلا انت صاحب محمد ناصر؟ الحب هذاك الحب مش صاحب هذا الحب؟ الحب والله بدونه ما نقدر بدونه ما نقدر نقعد الله يعينك هذا اللي اقدر اقوله الضحكه معاه بس الضحكه معاه هو يجيب الضحك يجيب والنكد الأجواء. والنكد معاه لا والله لا والله لا تشوف الصور والله كله ضحك انت كمك تعب شنو كمك مو شغلك مو شغلك لحظه لحظه مو شغلك هذه خصوصيات خصوصيات القلب يحب في ساعه وانا احبها صار لي زمان يا حبيبي يا الله يعينك يلا يلا سلام شباب ها الدبل يا عيال الدبل يا الربع الدبل والله انه سك الباب فتحي الدبل الدبل ارحب يا عمل الدبل 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 بينضبكم والله لا الربع الدبل ليش سكور كذا الدبل الدبل بينضبكم الدبل الدبل ارحب يا الهاج ارحب يا الهاج ايوه الحبيب الهاج يا الربع الدبل راح خلص انا عاد ركز انا جاني صداع مو بصاحي الاضافه جرت اذني جرت اذني بجرت عيني ابو ناصر هلا شو اخبارك الحمد لله كيف حالك اسمع بجي قطر بتضبطني بالاعلانات على حسب يعني وش على حسب يعني كم تاخذ والله انت كم انت كم يا الله يا ولد انا ما ادري ايش السالفه انا طلعت لي حبوب هنا مو صاحي والله ابي عامر ابي فنديش من المتجر يا ابو ايه اللي قام يصل عليك الفنديشن يلا انا حاط الجوال هنا اقرع هناك يا بيطيح اكيد عامر هلا اسمع ارسل كل اعلان بجيبه باخذ عليك
كم يعني اصبر كم الاعلان بشوف على حسب. طب في واحد وراك او كنت نسيت انا فيها جاء طاري فلوس ها. انا باخذ عليك على كل اعلان 5000. والاعلان بكم؟ اعلانك ايه انت اللي تحدد انت المشهور مو بهم. انا مخطط اخليه ب 4000 اعطيك 1000 زياده ايش تبي. لحظه ما مو على كيفك. ما شاء الله عليك يا عم. وين لاقيني في لفه يا جماعه؟ جماعه ما عاد باقي الا دقيقه. تخيل اني اخسر من الوجه ذا. طيب بتخسر خلا خلا انا اوريك فيه. اقسم بمن احل القسم محمد بن ناصر والله وتالله وبالله. حلو واللي رفع سبع ونزل سبع اني لا اكفر فيك. عامر قنوع عامر قنوع يا الربع اي مشهور يعلن مليون. لا شوف محمد ناصر ها شوف مسوي مسكين كل ده عشان الاعلانات. شوف ها مسوي يكسر الخاطر كل ده عشان الدعم. ها شوف حياه صعبه جماعه الونات بالطيب. لا والله ما والله ما يقولونه والله ما يقولونه ولا انا خابر موجود والله ما يقولونه كلش. ارحب يا ام بيض الله وجهس وجهس حي عينس وحي عين جدس السابع. جدس السابع حي عينه. يا ترى ترى حسابي شير ايوه شنو يعني. حلو اوه جحفر يا مو طبيعي خوفني خوفني حيل 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 صدمه قاعد يخوفني جحفر مو طبيعي. تعال تعال اه يعني علق يعني قاعد يشر حبيبي تشر لسالم اخيك. سالم اخيك وين امس الهاجري. لا انت الهاجري ام شكرا امل رود كلنا ندري انك مو معلق. شو الغبي ها تحرك يا اخي اقسم بالله معتوب. تعال انا سجلت رفعت يدي اللي ابغى اطلع منها بس سجلت. الله يسعدك تعال. حكم الاول اسمع انا بديت اعرف الموجات كيف حمد ناصر. الحكم الاول الكاب ذا اللي فوق راسك تلف تعفطه لين تدخلك لبو في فمك. الحكم الثاني الستارة اللي وراك هذيك تروح وراها حلو وتطلبني اطلعك بالمصري وتطول الين انا اطلعك يا اخي يمكن اتكي لبكره عادي كيفي. حلو الحكم الثالث رجلك ترفعها تحطها فوق راسك ترجع وراه كذا عشان نشوفك. يلا قلت ترجع وراه. الله يا لا 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 طيب طلع صلام طيب طلعت سبوكه سبوكه طلع حطه يا الربع ما تطلع زين. تعال تعال اسمع بندخل معنا. اوه انا مسكر القستات. من بتدخل؟ بنات. وش؟ لا تسوي وش وكلنا ندري ندري انك سربوت. اهدي كلنا سرابيت كلنا لا مو كلنا يعني. اسمع يتكلم عن نفسك انا ما بسربوت. ليش تدخل بنات طيب انت مش سربوت؟ اصدقاء عمل. ابصر بحب ولا ابصر؟ اليوم؟ ايه اليوم مشهور اللي يطور. ابوك شاف السناب انا احترمها جدا. علمني. اقسم بالله يا محمد اني اطالع في السناب. انا ما تابعت السناب لي يومين وطالع والله اني فيصل جنبي وطالع وادخل الى اخر سناب شفتها قبل 23 ساعه. سكب 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 اذا استكر ولا وش. لا والله والله يا نادي عايش انا من الفاشنستات اللي احترمهم جدا و... لا اسمع اسمع والله انت طارق تبغى تصدق يعني والله العظيم اني اكلها كل الاحترام والتقدير. ما بسلامة لكن اسمع ادخلنا مع اخوياك المشاهير حقين التيك توك. لا لانك انت مب تايبهم. والله ان جوي حلو اقسم بالله يا بالحياة بالله دخلنا اصلا انا اشيل لك الجوله راحت دخلنا مع اخوياك. يا زين ها خلوقه وتهبل. اي والله للامانه
خلاص يعني ما يحتاج نتكلم. الله يوفقها. بغيت اطلع اصبر. يلا ابو ناصر اصبر بشوف من اللي موجود. يلا شوفنا اخوياك اصدقائك المشاهير وجربني بس جربني المره هذه. بس عندك مستوى اللي ما عندك. توني ممحطك. انا توني حاطك مزهريه. وانا توني حاط رجلك فوق راسك. زين عادي هذه حركات الزوج يعني بالبيت. عرفت جوك. بس تسمع. اذا دخلت تراني ما اعرفك. على اساس انه لا يا ابو ناصر تكفى ابو ناصر اسمع ما توصل زي كذا اسمعني. هم يدرون اسمع اسمع. انا 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 يوم ادخل مع ناس غريبين الوضع رسمي. لكن انت معي ابى اطقطق بوريهم اني اطقطق انا وياهم جونا حلو عرفت؟ والله كلهم يلعبون جولة. خلاص طيب خلاص طفي ايدي خلاص طفي اللمبه عشان اطلع يقولون هذا ما شاء الله عليه. ايه كذا كويس. ها ابو ناصر يلا علقتني. اصبر يا مسلم. اشغل اغاني ولا ما مو بجوه؟ سمع مرات إيه. طولت. اصبر يا مسلم. يلا انا إيه. انا عارف اذا بيصير يصير ابو عرب. الحمد لله اللهم لك الحمد. هلا. ورب الكعبه لا اطير زلفك. اطير زلفي انا والله لا اطير حواجبك. اوكي وقف خليه بفريقي بس. اوكي محمد ناصر انت محتزم فيني. شباب ممكن تدزون حق بدر العجمي تقولون له بسرعه ابو عرب يبيك بجوله الحين. ايه بدر العجمي طال عمرك. بدر العجمي هو عجمي وانا مري تو قدر حبيبي. احنا ما لنا شغل قبايل. لا تحتك ريلاكس ترانكيلو. القميوت يلا. ها القبر يقول شباب يلتز اللمبه. ابو ناصر انت محتزم فيني يعني؟ اي تكفى يا عامر لا تفشني. بشوف الله يزينها. عامر لا تفشني تكفى. أبيع فيصل. رجع رجع بعرف بسرعة. يقولوا له يدز بسرعة. بيدور علي. ما أدري بس أنا أحس يا أبو ناصر إن زلقنا. ليش؟ أبو ناصر السلام عليكم يا بدر في ذمتي. بدر مرحبا بدر بيك. ها دشوا علي الشباب. لحظة بعرف والله لا نتف زلفك وهذا عامر مسيك بالخير. مرحبا يا بدر. مرحبا يلا ربك طيب يا مرحبا. ممكن اتكلم ابو عرب؟ لا تفضل اسمع بدر. لا ما تتكلم اسمع بدر هذا شو اسمه محمد قاعد داش يقول ابي انتف زلفك ويب تيمك وما اشوفكم شيء وعامر قاعد يقول انت معتزم فيني ابشر بي وما ادري شنو. خلاص انا بحكم عامر عشان يمامون عليه فبطيحكم انا معاه بحكم. بقول لك شيء تفضل اسلم. لحظه هل انت تصدق الكلام هذا فيني؟ دائما تسوي السوالف هذه. طيب انا بعد بكم شيء خليني اقول لك شيء. سمع وسخه عند الكل والله. كفو يا ابو ناصر. أول شيء أنت ولد عمي. لا تحكها لا تحكها لا تحكها لا تحكها ولد عمي لا تحكها. أنا وبعرب أقرب منك يا بدر. حتى لو فزت عليك قلبي ما يطوعني إني أحكمك. أقول بلا سوالف. والله إني خابك حسين. أصل بلاص المدح اللي قبل شوي. بس أنا بعرب اللي بيحكمك. أنا بحكم عامر.
رجال اول مره ادخل معه ولازم امن عليه بحكم. والله لا افش خدوده. قاعد تسمع بدر؟ قاعد تسمع؟ يهددك وانا رجال مره راح يهددك. يا ربعتك بيس وشير وصلوا 70,000 يعني رجل. يا رب يا رب يا رب لا تشلون. ما ايه لا تستهين بالداعمين ابو عرب ترانكيلو. آه حبيبي ترى سكتك قديمه يا طلال ابو الضيغم يا ابو جاسم يا زيقة السكه هذه وايد قديمه. والله لا اضرب راسك في راس العجم والله. شنو شكلك ما تعرفنا حسن عمر كان محتسم في ابو منير. ابو منير انت والله بس سعد ما عندي شيء بس ابيع نفسي اخلص بجامه المعلق انا علمه وين؟ لا لا يبا برده برده ابو منير ابو منير اي برده برده مو اي بجامه لا 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 ستار حسبال قاعد نشف سراويل. لا 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 امور زينه. ناصر ناصر قول لنا شنو المسابقه هذه الحلوه بالشاليه اللي لابسين قناع الله وناصر اي والله حسافه طلعنا من قد شعر راسنا ان ما جيناكم. والله العظيم انه فاتكم نص عمر. الحمد لله انه فاتنا الحمد لله يا رب. والله انه جو يا ابو عرب انت شفت الحربي الحربي ام الربع نبي نسوي لنا اقوياء حلو ما داعينا المصط الحربي الهاجري بالليل في الليل طبله وعود. اوه والله صدق قعده شياطين هذه شباب والله العظيم المجلس اللي ما فيه ذكر الله سبحانه وتعالى يا ابو ناصر تكفى بن عم يعني خذ لك نص ساعه ويعني امسكهم كذا انتوا المره فيكم ديب اغلبكم زين الله لا يوفقك ابو ناصر بعد 70 يعني اعمل لاخرتك بس اقعد كذا جمعهم قول يا الربع اليوم علشان ما تصير قعدتنا قعدت حمير. لا هي قعدتنا ما هي قعدت حمير نذكر الله نصلي هذا طال عمرك يعني يقولونها يقولك القعده اللي كلها سوالف وما فيها ذكر الله سبحانه وتعالى يقول كانهم حمير قاعدين ناس قاعدين كنت ابو عرب عند انا ابو عرب وسيف نحب نقعد قاعدين حمير يا الربع جمع حبه يذكرون الله سبحانه يا الربع الدبل والله بدر قطيتنا كذي كلها افقط 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 لازم نضحك ارحب 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 شدوا يا عيال شدوا ارحب الهاجر دبل حمد حمد بيخلص شباب الدبل شباب والله ما يكسب كورك ضدي 6 مليون ليش كذا ليش وانت اللي تهايط اسكت بنفوز الجول عندي والفعل عندك يا ابو منير ابشر والله بس سعد الله يعافيك انا ما قد دخلت المود انا قايلك شفت ذا شفت ذا بنتب 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 اذنيه ذا ابو عرب مرحب قنبله هرحب يلا يا الربع يلا فيصل كم باقي من انا بتلي ما يعرف يقولها يا البشتي عندكم مطعم كابوريا محمد لا ليه 400 ارحب ما عندكم مطعم كابوريا 400 ليه داخل الحين 400 ترانكيلو 400 ارحب يا احمد كان ليفل 40 يحب يسكر ليفل 50 عرفت يضيق انا عارفه 400 يعني ريلاكس بدون جحفلة من 10 ثواني وورا خلاص صدق شكل الداعمي معرفوني يا ابو عرب ليش حطان محمد صدق عاد متغير ايه على عامر من كذي ما عندك دعم تصدق ايه لا لازم اصبغ ابيض بعدين ارد حق الدعم قوم غتر واصبغ شكرا شكرا قوم غتر لا بدر ما يحتاج سو كذا بيبين خشمك بيعرفونك ايوه خشمك اي والله ها جا دعم اسد عيال اسد اعرفوك انا عباد شلون قال له سوي كذي راح يعرفون راج
يعني اسمعك يا اخوي يلا بلا يفوز علينا سكارفيس هذا احنا فايزين قال من 10 ثواني ورا مو محسوم محمد هلا ابو سراج موجود اقنع هذا سالتك بالله يا ابو عرب هل تعتبر هذا فوز اي سالتك بالله الحكم الاول هذا ب 400 ارحب ارحب ام بيض الله وجهك الهاجري شكرا شكرا بيض الله وجهكم فهد السلام عليكم يا فهد الدعوة جولة نفذ احكام ولا لا صدق عامر احنا قاعد نقول الحكم الاول يلا يلا انت جيت جمعك يلا يلا ها الحكم الاول ها يلا تنخش ورا الستارة اللي ورا حلو وتخرعنا 10 مرات تقول بوه تنخش حلو الحكم الثاني الحكم الثاني تقعد ورا بعيد تحط قدامك غترة حلو وتقول جارجير جارجير باك دونس باك دونس جارجير الحكم لمدة الثالث دقيقة لمدة دقيقة ها. الحكم الثالث الحكم الثالث تاخذ بيضة بقشرها تاكلها الحكم الأول وشان هو؟ الحكم الأول تخرعنا 10 مرات ورا الستارة كذا تخرعنا تجيب بو يلا 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 بسم الله يلا سكار خفيف نعطي حكم خفيفة يلا جاهز يا بدر يلا هنا بيخاف يلا اوه يما اوه وحش السراويل هذا يما يما خاف منه اوه احسب بقى اربع اوه سم 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 جني اوه انت وين اصبر ها اوه كم وصلت قول انا من الرعب كم وصلت تعال تعال عامر باي 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 خوفني ليه ما ينفذ والله العظيم قسم بالله اعطيك على اذنك ولا اشوفك شيء انت تدري ايش تقول حكي روح نفذ حكم خلاص انت تدري اني احبك وابد هذا الشاليه اللي تحسفنا ما رحنا له ايه شاليه كله نجوم حصه الطين يلا يلا معنا هياك الله عامر بس يلا رحب يا عامر ربي يحفظك يلا يلا مع السلامه لحظه وين امرضتني بس ليش ما سويت شاي؟ انا عزت شاي تكفى يا ابو عبود يا اخي حلوه الاحكام هذه حلوه الاحكام ذي تكفى حسيت ان كذا احلى لين ها احلى لين منهم هم ايه. ما 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 شكلك ما تشوف لك سبلور لو اني مو مع محمد ناصر ولا تمحط ايش فيه؟ وش وش المناسبة؟ يعلق يا ولد وش انا وش المناسبة؟ دخلت هنا وصلت 111 111 ويش؟ يعني لو وصلت 111 تجيك هدية 111 متابع بالله تدري شكرا والله ارحب وزو ارحب ويش؟ زوج صابر ايه زوج صابر نظرني هو مرحبا زايد الموثق بالسناب نعم نعم شخصيا بشحمه ولحمه هذه لك يا زايد كذا والله ابو منير هلا ارحب زكر توتر ما عليك والله العظيم يعني ما عليه ما ادري دقيقه ادري مشاعر يعني جياشه صح والله ما لا ما اقدر زايد
عادي تصورنا تنزلنا بشاشة يعني بحاول بفكر بشوف الموضوع. لا حد يضغط علي دي خلنا شغل مكيف. كلمة حق شو كلمة حق لازم أقولها. حق كلمة حق خلا يجي ها. كلمة حق ما شو أسوي شاحن وش كلمة الحق زايد وش اللي وراه أنا كلمة حق لازم أقولها. هل زايد من الأشخاص اللي يستحق النجمة. الله يطول عمرك. موثقين أصدقاء الموثقين يا نايف. الله نايف أصبع أكسر أصبعك بحوف شوف مرزام صغير مرة خطر أول مرة صغير مرة هذي مرزام حقه إيش فيه؟ إيه عنده فقر دم لا اضحك اضحك عامر خذك ابيض ابيض كفى انا اقدر انا بنضبطهم الاثنين ما اقدر وش وش يا دب احمد وش لا خلاص لا اقولها قلت يلا حبيبي الله يبقيك شلون نايف اي اصبع اللي انت سويت فيه قبل شوي اي اصبع ورني بس زايد ارحب مليون تدري بعد التوثيق كيف نشوفك كيف تشوفني كذا لا 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 عاد خلاص بس اقلب عليك ترى بزنس واحد ترى بزنس اثنين ترى نقلب عليك زايد ونايف اسمعوني قول له يلا مرزام صغير نقل كلام احنا كلنا عيال البزنس حلو صح وجمعنا الله في قسط واحد لا لا خطأ أبعلمك خليك انا ولد صابر زايد ها انا ولد صابر بن زايد ونعم لن يفننعم اعلمك عيال البزنس اثنين ضد البزنس واحد جولة واحد هذا اللي بيصير اكيد بسم الله تعالى لا 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 دقيقة دقيقة خليه صرح أول شيء بعوض صرح يلا اضرب جنبنا دقيقة دقيقة بصرح دقيقة بقبل البزنس اثنين حلو ومديرهم ومشرفينهم ها على الصدام بعد يا حبيبي يا حبيبي ما عندك مرزام أنت كيف عندك صدام يا رجال يا رجال ما كلها مختفية هن ما عندنا أصبع إيش فيه شلون يا واحد يا رجال حتى لو انهم موثقين جوله واحده اسمع تقول بس مقطع ابو عوض تبون العلم تبون العلم يعني تبون يسر صح شيراتك من ربع شيء له سمعتك بيس طيب زايد طيب اعتذر كيكتكم ماكوله الله يعني تورينا انك تاكل كيكه طيب ساعه يا شباب بيس تشرب لازم نشوف فنجانكم عادي ما في شيء هاي وين؟ يضايد علي حتى زرع واحدة جماعة اللي عندي تدرون اللي قبل شوي خوينا والله اني دريت والله اني دريت انها حركاته بس انت ازعاج انا ازعاج ايش سوي شاي تاكل كل ما ذوق لا ولد عشانك شربت خلصت طنتك بس عبد الله يا عبد الله عبد الله قطش مخي يا اخي اقسم بالله اني ندمت ندم ما عيال على السفريه ذي انا عيال هدوا الفنجرية هدوا شوي ونعم يا شهد ونعم اسمعوا على خشم يا شهد إن شاء الله لبيه في حركة اضغطوا على الشير بعدين يجيك نسخ انسخ واضغط على الشير وانسخ واضغط على الشير وانسخ ثلاث مرات ليه؟ يطلع بثك اكسلور خطير يا ولد والله اقول لك انا هاكر لي خمس سنين تدري ايش يسموني؟ الدبل نايف السيف يلا يا جماعة يا ماد يا جماعة جماعة لا يروح الدبل زايد احتزل زايد على الصدام ولا نراكم شيء على الدبل يا جماعة على الدبل اضربوا على الدبل على الدبل اخوني يا الله يمدينا 15 دولار يمدينا على الدبل ليش نايف دعم وين نايف هلا دعم وين
بيجيب الله مطر بيجيب الله مطر ما عليك. أنت لي قلت أنت لي قلت جولة واحدة. شو نسوي أنا بصرح بهاد. يلا يا لازم. اسمع طبعا مثل ما اتفقنا يا زايد أنت وأحمد. مثل ما اتفقنا جولتين وعلى الصدام. العب اضرب اضرب. العب 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 باقي جولة ثانية يا جماعة شدوا حيلكم. يمدينا يمدينا في جولة ثانية يمدينا. العبوا يا جماعة. طيب. ضبطتك. تاكل. شد حيلك. جماعة الموضوع الموضوع لا يفوزون علينا الريجي. عندهم توثيق توثيق يفوزون علينا ابو الضيق. اما مشيت ها يلا يلا يا بيض يلا يلا نقدر تكبيس تكبيس كبس بايدك وكذا جيب جوالك واجي طلع طلع القميوت 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 لقمني ميوت انا سمعت ثلاثه ميوت يعني واضح ان لقمني اللي قالك احتفاظا على كرامتي القميوت ايوه يا الربع ما يصير والله ما يصير وتالله بالله ما يصير لا ما اعطاك موت اسمعني القلب له دار والاشواق مضمور يلا يلا يا زايد لا تشيلها مجهز احكام بس هذه عشان اجيب علوم آخر ثواني يا عالم باقي جواب أشوا مشت مشت عليهم قال باقي جواب أشوا الجوهرة شكرا شكرا الجوهرة ونجوم والله إني ما أدري إيش اسمه يا الله أجيكم يا الله أجيكم شكرا كبس يا جماعة اللي ما مو قادر يدعم تكبس تشير ما عليكم يلا 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 يا رب جواب والله قلبك يا ميمي سمر شكرا مادي ميم شوق ميم ام اصايل العنود فاطمه رند شكرا دبور قلوبكم جو 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 تبون تفوزون على الصدام ولا ما بتفوز انت وياه يلا يلا يا عيال يلا 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 جولة ثانية العب 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 والله ما استطيع مشيت 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 اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد اسمعوا يا الربع اسمعوا عندي خطة عندي تكتيك قولوا لا إله إلا الله مع الدبل نقفل الدبل هادين كبسوا الحين سيروا مع الدبل نضرب يصير نفوز الجولة هذه عندنا جولة ثانية الجولة ثانية نلعب خطة دفاعية كيف خطة دفاعية أعلمك نهدي تقدموا ونتقدم تقدموا ونتقدم آخر ثواني نصدم لأنها عادي الجولة الأخيرة مسموح الجحفل بسم الله لا بس حبيت اقول لك سد حلقك بس كذا ايه لا حد يهوز لي الربع ما ابي انا ابي الحكم لا حد يهوزنا لا حد يدعم يلا لا حد يدعم والله ما تدعمون والله ما تدعمون بس فيض رجيف ما حد يدعم اخي نبي الحكم نبي نجرب الدبل الدبل لا تدعمون ايوه
صناعة أدري ما قلت الله يا أبو محمد ماذا كل من استمنا صراحة علومهم خيبة دبر الردي معروف لو لما عمل لما عهدك الشاعر لا لا يبكي الاختصار لك شروات يبدع وتصبيح مع نايم هذول اللي جو جمهور بهاج كبس انت يا بهاج كبس كبسوا الا غلام في صميم القلب وقاد عوايد العاشق اللي زادت شجونه لا طرف الليل قصاد ونشاد ما هز قلب ايه هذا الله ياخذك يخرني يلا ما علي يا ربع تصير والله تصير خلوني جيكم. شكرا ده انتو سعود نجوم والله اني ما ادري ايش اسمه بس نجوم امل مكبسين شكرا ايوه عامر عطه ميوت وما الحب عميق انا حياك الله احمد هلا بالمقدم الجميل اللي صار صديقي ضيف تخيلوا ان جينا مع بعض ضيوف احلى حلقه كانت صح والله ما عندك حكم سهل يا عامر بما اني قديم عنك ومشتاق لك بنفس الوقت يا رجال اعطني احكام اول حكم تعلق على الباب ها اي باب تعلق عليه لمده تقريبا دقيقتين الحكم سهل ماني قايل لك حط شيء وثاني حكم حط معجون على وجهك كامل اخفي لي ملامحه يمين ها يمين الحكم الثالث يا طويل العمر 150 ضغط ابو ربيعه مو ابو ربيعه لا يعني ما عندك الا الباب يلا الباب والله اني في شقه وما غير الباب الا حق الشيء والله العظيم اي هلا قلت لك عليه طيب موت ياسر طيب الحكم الثالث بدله حق ال 150 طيب هذا هو صديق صدق لو اني عدوه عاد شفت لو كنت صديق ما حكمت عليه كان قلت شوف اعرف اللي يعطيهم حصانه على طول اعرف المال يخلق راح العب معاهم روح الزواج شوف والله اني منسى خليت معك الاربيز شفت كيف كنا مربزين لا انا خليت الاربيز الاصلي انت الابيض تقليد صح ايوه لاني جيت قبلك الكذوب صح طيب انا ما حطيت لحمايه كفر ازام السيد
باب ما تبغى باب متأكد ترى باب زين. عادني حكم ده على غير. خلاص أنت أقطع ستارة. سهل. يبي دفعنا ذا يا ولد. وش عدا أحكام كاملة على السريع؟ إيش؟ عدا أحكام على السريع. باب. إيه؟ تعلق بالباب ومعجون وتقطع ستارة دورة. يا رب. دون تقطع ستارة. ما أدري والله يا. كذا زعاد. كذا شوف شوف. لا لا وين؟ يا ولد هذا أهلكنا ذا. طيب اقلب ثوب جوله كامله بس يمين على طول ليه وافق تعال لا ايه يمين ما هو يسار بكل وش تبي تسوي انت بقلب الثوب لا بقلب كامل خلي هذا ورا طيب يلا يلا دن دقيقه ادرس يمين طولت حب اي اخوي يسار بالشوت طولت قلبه يلا اسمع وش الحكم الاول هي عكس ثلاث بس حلو الحكم هذا إيه ولا شاور حيتوي فاتح أنا يسرع وأنها حلوة يسرع إيش النظارة تدخل شاور بس شو النظارة اللي قوية المراية خاصب أنت من حواي لا حرام أدعس أدعس حرام يا أبو العز لا استغفر الله لا شعر راسي حرام يا أخي لا والله يا بلا انا بلد ولا من الاخير يلا انزل جوله يا عيال ولا شوضعكم ما نشوف نايف وزايد انا معلم من زايد نايف بيستعبط ما طولت حبه لا لا ما اشوف شيء تعال هنا لا طولت قلبك قريب يا اخي طولت حبه ما اشوف شيء قلبه لازم طيب بجيب نظارة ثانية اكسرها عادي لا لا نبي هذا مرة فرق الصوت ما شاء الله حقتها سبيكر قصصه هذه هذه غالي علي اكسروا انا بعد ان شاء الله اني غالي عليكم حبوا كسروا يلا يا نايف يلا نايف حنفذ الرجال يا اخي اخلص يلا اكسر نعم 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 اسمع اسمع ها حبيبي والله هذيك والله تبطي ما تقدر علي يجي لك يوم اسمع انا طالع ابو سام بس روح زايد يجي لك يوم انا اوريك دقايق بس روح بس روح 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 الحمد لله من الطياره يلا سماح بعد ايش حبيبي يلا 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 نجيكم شوي يلا يلا يا حبيبي يلا